السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع مقياس OPM باستخدام لغة البرمجة بيتون، ووصلنا إلى سلسلة الأعمال التطبيقية رقم 2 مع التمرين الثالث. أول سؤال: définir un vecteur V qui contient 51 valeurs équidistantes entre moins 25 et 25. نروح للسبايدر. دونك V reçoit. وش معناتها 51 valeur équidistante؟ معناتها 51 قيمة متساوية الأبعاد، يعني الفرق بيناتهم يكون ثابت. هذه القيم قالك محصورة بين ناقص 25 و25. لفعل هذا استعين بلا فونكسيون لين سبيس. دونك نقول له في بلو سوا لين سبيس ما اونتر بارونتاز، نعطيه القيمة الابتدائية ولا القيمة الأولى. نعطيه القيمة الأولى، القيمة الأخيرة، وعدد القيم. هذه وش معناتها؟ رجع لي 51 قيمة، أول هذه القيم هي ناقص 25، آخرها هي 25، وهذه القيم تكون equidistant، متساوية الأبعاد. لكن لين سبيس راهي معرفة في لا بيبليوتيك نامباي، دونك يندير اونتري يقول لك ما نعرفش لا فونكسيون بهذا الاسم. باش يعود يعرفها لازم نشارجي لا بيبليوتيك. دونك فروم numpy import étoile ونعاود نفس لا كوموند. طيب كي ندير بي كون نحسبوه من قبل 51 قيمة، أولاها ناقص 25، آخرها 25، وتلاحظوا الفروق بين هذه القيم متساوية. يعني كي ندير 4 ناقص 3 هي 1، 3 ناقص 2 هي 1، 24 ناقص 23 هي 1، ناقص 21 ناقص 22 هي 1. هذه واش معناتها ايكي ديسكونت. اوكي، السؤال اللي بعده: كالكولي لو فيكتور اكس ايغال في او كاري. واش معناتها في او كاري؟ هذه هي القيم تاع الفي. في او كاري معناتها هو شعاع اخر، العناصر تاعو هما العناصر تاع الفي مرفوعي القوة 2. يعني هنا في مكان ناقص 25 تولي ناقص 25 مربع، ناقص 24 مربع، وهكذا 24 مربع 25 مربع. اذا شعاع مرفوع القوة 2 نقصد به عناصره مرفوعة القوة 2. لفعل هذا بنص التمرين قالك x نحط فيه v و كاري، دونك x روسوا v لا بويسونس فاتالي نقبل دو زيتوال 2. ما فيش ال x تاعي. لاحظوا باللي اول قيمة هي 625، هي ناقص 25 مربع، وكذلك اخر قيمة هي 625 لانها 25، 25 مربع وناقص 25 مربع كلاهما نفس الناتج. اوكي، السؤال اللي بعده: كالكولي لو فيكتور y كي كونتيان في 3 مي دون لوردر انفيرس. واش معناتها؟ معناتها y فيه عناصر ال في او عناصر ال في لكن معكوسة. هذه أول حاجة، معكوسين، يعني أول قيمة تولي هي 25 ثم 24 ثم 23 إلى غاية آخر قيمة تولي ناقص 25. إذا فيها عناصر ال في معكوسة ثم مرفوعة القوة 3. اوكي، لفعل هذا واش ندير؟ دونك y روسوا كيف نقولوا ال في معكوس، نذكر اسم الفيكتور تاعي اللي هو في اونتر دو كروشي دو بوان دو بوان موان زا. هذه واش معناتها؟ لو فيكتور في انفيرسي، يعني العنصر الاخير اللي هو الاول ما قبل الاخير هو الثاني وهكذا. ثم قال نرفع العناصر تاعو القوة 3. هذه هي الإيكراك. السؤال اللي بعده: ماتر دون لو فيكتور ام تو لي نومبر بوزيتيف دو في سويفي دو تو لي نومبر نيجاتيف دو في. في الفيكتور ام نحط العناصر تاع العناصر الموجبة تاع في هي الأولى، هي الأولى ثم نتبعها بالعناصر السالبة. لفعل هذا واش ندير؟ دونك ام باند ثم نذكر اسم الفيكتور في وهنا نعطيه الشرط، نقول له في أكبر من صفر، فاصلة في اونتر دو كروشي أقل من الصفر، ثم نغلق بارونتيز. الآن نحلو هذا لا كوموند. في اونتر دو كروشي في أكبر من صفر واش معناتها؟ العناصر تاع في اللي متحقق فيهم الشرط هذا يعني يكونوا موجبين. نعاود، هذه واش معناتها؟ عناصر في الموجبة وهذه عناصر في السالبة. يعني اون جينيرال نذكر اسم الفيكتور
وانتر دو كروشي نعطيه لا كونديسيون تاعي. هنا المثال هذا الكونديسيون هي اكبر من الصفر وهنا اقل من الصفر. كون قلنا اعداد زوجيه نقول له في بورسونتاج 2 تساوي الصفر، يعني باقي القسم على 2 تساوي الصفر وهكذا. يعني لاستخراج مجموعه عناصر من شعاع معين لتحقق فيها شرط اذكر اسم الفيكتور ثم اونتر دو كروشي نذكر الشرط تاعي. اذا هذه العناصر الموجبه وهذه العناصر السالبه، واستخدمت اباند لانه اباند شو الوظيفه نتاعها؟ اضافه عناصر الى عناصر. هذه ايش معناتها؟ العناصر السالبه ضفهم وراء العناصر الموجبه، يعني اباند هذه واش شرط لي؟ العناصر الموجبه تاع في متبوعه بالعناصر السالبه تاع في، الفيكتور هذا والوه نسندو للشعاع ام كما طلب مني. لاحظوا هنا ما كتبتش في هنا، في كما كتبت هنا في اكبر من صفر، هنا في اقل من صفر. ما في شيء الان، تلاحظوا باللي الاعداد الموجبه هي الاولى ثم الاعداد السالبه. السؤال اللي بعده، دوني لا كوموند بيتون بيرميتون دونريجيستري سو فورم دو تكست لو فيكتور في. دونك الفيكتور في حاب نونريجيستري في فيشي تكست. لفعل هذا استعين بلا فونكسيون سيف تي اكس تي. دونك نقولو سيف تي اكس تي، لا فونكسيون هذه عندها دو بارامتر، البارامتر الدوزيام هو الفيكتور اللي حاب نونريجيستري القيم تاعو، والبارامتر اللي قبله هو مكان الحفظ. يعني كون نكتب له بهذه الطريقه دي دو بوان دو زون تي سلاش ونسميه في بوان تي اكس تي مثلا، هذه واش معناتها؟ اونريجيستري لي قيم الشعاع في في الفيشي في بوان تي اكس تي في الديسك لوكال دي. لاحظوا الديسك لوكال دي، من المفروض كي ندير اونتري راح ينشا لي ملف او في، كي نفتحو نلقى فيه القيم تاع الفي اللي بدات بناقص 25 وانتهت ب 25. اوكي، السؤال اللي بعده، العمليه العكسيه، دوني لا كوموند بيتون بيرميتون دو شارجي اون ميموار لو فيشي تكس اونجستري. كبير اونجستريت الان انطلاق من الفيشي نحمل القيم اللي فيه ونحطهم في الفيكتور في. دونك في سوا لود تي اكس تي ونعطيه المكان. دونك لود تي اكس تي فيها بارامتر واحد اللي هو مكان حفظ الملف اللي سميته هنا v.txt. اذا هذه واش معناتها؟ نمد لها مكان حفظ الملف في المثال تاعي في الديسك لوكال دي واسم الملف هو v، القيم تاعو راح نحطهم ولا نسندهم في v. كون عاودنا في شي v نلقى نفس القيم. الى التمرين الموالي اترككم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.